يعني في الحقيقة عندنا نموذج من النماذج اللي قدرت اللي هي ترفع اسم مصر يعني في أعلى قمم بقى العالم، نموذج لفتاة مصرية كان عندها الإصرار ومشيت ورا حلمها لحد ما بقت أول مصرية تحترف تسلق الجبال، ومؤخرا قامت منال رستم، هذه يعني الفتاة العظيمة قامت بتسلق أعلى قمتين في جبال الهيمالايا وأعلى جبال العالم بتعد جبال الهيمالايا، رفعت على هذه القمتين علم مصر عليهم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من منال رستم اللي بتنضم لنا عبر الهاتف. صباح الخير يا أستاذة منال. أيوة صباح النور، ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ كل سنة وانت طيبة. الأول عاوزين نعرف يعني تفاصيل هذه الرحلة الشيقة اللي فيها نوع من أنواع الإثارة أكيد يعني. هو حضرتك طيب، ميرسي، ألف شكر على الدعم أولا، وكل سنة وأنتم طيبين. بص، هو أنا دلوقتي يعني بتمرن في جبال الهيمالايا، أوكي؟ أنا اخترت القمتين دول على أساس إن هما بنسميهم تكنيكال كلايمنج، يعني محتاجة شوية حرصة في إزاي نتعلم التسلق بالروبس وبالحبال وكده، لأن هو مش الفنيات بتاعت الموضوع يعني. ايوه بالظبط، اوكي. فهم مش اعلى قمتين في الهيمالايا، لان طبعا الهيمالايا يعني رينج كبير جدا، اوكي. انا اول جبل طلعت هو فوكالدي، ده بيوصل لارتفاع تقريبا 5800 متر فوق سطح البحر، والثاني اللي هو اعلى بكثير يعني منه اصعب جامد جدا. انا يعني طلعت 12 ساعه طلوع ونزلنا تقريبا 6 ساعات. اللي يعني هو ايلاند بيك على ارتفاع 389 متر فوق سطح البحر. طيب منال، حضرتي نفسك ازاي لده؟ اكيد يعني تحضيرات مختلفه علشان تقدري تتسلقي هذه القمم في الهيمالايا. بصي، هو انا يعني نماس حاجتين ببعض، اوكي. ان انا بعمل العاب قوه طبعا يعني كعداء او كده، فبجري مسافات طويله، اوكي. كنت بجري في الصحراء بحيث ان رجليكي تغرز في الرمله، بحيث ان هي يعني تشبه نفس الغرز اللي هو بيبقى في الثلج، اوكي. وطبعا برفع يعني شويه ويت زي اثقال او كده. بعمل حاجه اسمها روك كلايمنج، ان هي بتبقى في حيطه وتقعدي تطلعي نازله عليها بحيث ان انت تقوي يعني الابر بادي بتاعك او الجسم، الجزء الفوقاني من الجسم. وده خد وقت منك قد ايه من هنا عشان تحسي انك جاهزه؟ بصي، انا بتسلق جبال يعني تقريبا بقالي 10 سنين، اوكي. ما شاء الله. فهو دول مش من اول الجبال ليا، يعني انا عملت اعلى قمه في افريقيا، واعلى قمه في اوروبا، واعلى قمه في جبال الالب اللي هو مونت بلانك، وتسلقت اعلى قمه في افريقيا اللي هو تيكال في المغرب. فالحمد لله يعني عندي شو يعني خبره صغيره شويه، بحيث ان انا تمكنني ان انا ابتدي اعمل التكنيكال معاهم. منال، 10 سنين من التسلق للجبال، ايه اصعب قمه او ارتفاع يعني قدرتي اللي انت تتغلبي فيه على التحدي اللي كان قدامك وحققتي فيه رقم من الارقام القياسيه الخاصه بنفسك اولا يعني؟ بص، هو في جبل في جنوب امريكا اللي هو اسمه اكونكاغوا، ده انا حاولت اتسلقه مرتين بصراحه ما عرفتش يعني، فده كان اصعب جبل ولغايه دلوقتي مش عارفه اوصل للقمه. هو على ارتفاع 3690 تقريبا، اوكي. فانا بس وصلت يختلف ايه عن الجبال الاخرى يعني يا منال؟ الارتفاع بتاعه هو بس الارتفاع، على اساس ان هو يعني انا بالنسبه لي ده اكثر يعني جبل حاولت اطلعه فوق ال 6000 متر او 6200. طبعا يعني الايلاند بيك اللي انا لسه الحمد لله ربنا وفقني فيه، لان يعني الجو كان حلو قوي فساعدنا. فاكونكاغوا اللي هو في جنوب امريكا ساعات الجو ما بيبقاش مساعدك، فبتضطر ان انت تلف وترجع. يعني لو اتاخرت في الطلوع خلاص الجايد بتاعك او المرشد هيقول لك لا لازم تلف وترجع. فانا الحظ الصراحه كان معايا المره دي في ايلاند بيك، لان الجو كان حلو، حتى لو تتفرج على الصور الجو كان كومبليتلي بيور، الشمس صحيح كانت طالعه، مفيش هواء. احنا بنتابع الصور دي دلوقتي وانت بتتكلمي يا استاذه منال. تمام. فهو لو الجو قلب وانت بتطلع والمرشد شافك ان انت بطيء، فهيضطر يخليك تلف وتنزل. طيب منال، عايزه اسالك يعني ان شاء الله لو عايزه اسالك السؤال اللي الناس العاديه كلها بتساله، شعورك ايه وانت بتتسلقي قمم، او ده بيحسسك بايه؟ ايه المتعه في كده؟ بصي، هو اصعب حاجه دي انا بعملها في حياتي. انا كمان بحب الجري وبجري ماراثون حوالين في العالم، بس يعني رياضه تسلق الجبال انا بحب
ان انا وقفت على قمه جبل، يعني انت ان انت توصلي لقمه جبل دي اوكي، دي بتحسسك ان انت زي العالم كله في ايديكي. طبعا بعد ال 12 ساعه ولا ال 10 ساعات التسلق اوكي بيبقى تعب فظيع، بس لما بتقعدي على القمه وبتبصي على المنظر والسحاب بيبقى تحتيكي، معرفش يعني شعور لا يوصف بصراحه. وبعدين بيحسسك ان انت بجد قويه، تقدري تعملي اي حاجه. انا بحس الشعور ده، وهو ده بيتهيألي اللي بيخليكي ترجعي وتحاولي تتصرفي وتعيدي التجربه اعلى واعلى. انا بسال نفسي السؤال ده، ما بالظبط بقعد اسال نفسي ليه بقعد اعمل في نفسي كده العذاب ده يعني. بس هو عذاب ممتع زي ما انت ما بتقولي يا استاذه منال، لكن شعور اخر برضه عاوزين نعرفه منك، لان احنا شايفين دلوقتي يعني كان من شويه صوره ليكي وانت رافعه علم مصر وسط اعلام اخرى من دول العالم. كلمينا بقى عن شعورك بعد ال 12 ساعه تعب زي ما قلتي لتسلق هذه القمه الخاصه بالجبل، وفي الاخر بترفعي علم مصر، ايه الاحساس اللي بيجي لك وانت بترفعي العلم؟ بص اولا انا يعني ما اتولدتش مصر، ما عشتش فيها كتير، بس رحت الجامعه فيها. بس انا ببقى فخوره جدا ان انا لما حد يوقفني يسالني انت منين، هما بيبقوا فاكريني مثلا اجنبيه او حاجه، وبعدين لما اقول لهم مصر يقولوا لي يعني بيتخضوا. فانا بحس ان الشرف كبير قوي ان انا جالي الفرصه ان انا ارفع علم بلدي في حته كده عمري ما يمكن العلم اترفع عليها من واحده بنت، يعني انت فاهم قصدي؟ صحيح. فده بس بيحسسني بانتماء فظيع اولا، وبيحسسني ان انا فخوره اكتر واكتر ان انا مصريه، وعايزه اعرف الناس البلد المصريه بتقدر تعمل ايه يعني، فاهم؟ يعني ببقى عايزه اعرفهم كده اللي هو لا انا مصريه وانا قويه وانا اتمرنت وربنا اكرمني ان انا عرفت اتسلق الجبل ده. يعني منال احنا اللي فخورين بمصريتك وفخورين بانتمائك لهذا الوطن العظيم، وكل الشكر والتوفيق منال رستم، ومزيد من يعني الارقام الجديده اللي تقدري تحققيها في مجال تسلق الجبال. شكرا لك يا منال.